الحسين سلام الله عليه وين قال رضا بقضائي؟ متى قال؟ لما هو على العقبة أبي وأمي قال صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين لا معبود سواك. لما قتل الطفل الرضيع طبعا مصيبة، لكن من اللي هو المصيبة؟ وهو اليقين وهو الرضا بقضاء الله. قال هون ما نزل بي أنه شنو بعيد الله. زينب سلام الله عليها لما أدخلت إلى مجلس ابن زياد لعنة الله عليه، فقال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك والمرد من أهل بيتك لعنة الله عليه؟ قالت شنو؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. الله، هذا ايش معناته؟ يعني راضية باللي صار، بالعكس مستانسة باللي صار. ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم برزوا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل والقتال وبرزوا إلى مضاجعهم، وسوف يجمع الله بينك وبينهم تحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يا ابن مرجانة، ذكرتك أمك يا ابن مرجانة. فإذا زينب سلام الله عليها مصداق للرضا بالقضايا.